نظم المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان ككل سنة بفضاء مركز تطوان الفن الحديث معرضا استضاف من خلاله الفنان التشكيلي عبد الكريم الوزاني الذي استحق التكريم باعتباره رائدا من رواد الفن التشكيلي المغربي. وفاء اليعقوبي، عبد العلي قنودي. فضاء مركز تطوان للفن الحديث يستضيف هذه السنة فنانا تشكيليا مغربيا من العيار الثقيل، وعرفانا بمساره الفني الحافل بالابتكار والإبداع، وزارة الثقافة والاتصال تقدم له ذرع الاستحقاق. اليوم يجب أن نفتخر بهؤلاء الرواد الذين أغنوا الفن التشكيلي المغربي. طبعا اليوم الفن التشكيلي المغربي له خصوصيات وصل إلى العالمية من خلال هؤلاء الرواد، وطبعا وزارة الثقافة والاتصال تواكب التطور. اليوم كان يوم الاستحقاق الذي سيد الوزير أنه يقدم درع الاستحقاق للسيد عبد الكريم الوزاني على مسار لأكثر من 40 سنة من العمل، من الابتكار، من الإبداع. إذا نحن سعداء اليوم أن ولدي تكريم أحد أعمدة الفن التشكيلي المغربي. المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان يحتفل برائد من رواد الفن التشكيلي المغربي السيد عبد الكريم الوزاني، وذلك في ظل هذه النهضة الثقافية التي يشهدها المغرب في أفق تحقيق هدف تصبو إليه الوزارة المعنية، الصناعة الثقافية.